حسن السيد. بص انت عملتها يعني شهر رمضان حاجه كتير طبعا طبعا، بس هي هتفضل من بعد رمضان كمان، هتفضل على طول لان هي على العربيه، الركوب مجانا لغير القادرين على دفع الاجره. اي حد معهوش، انا حاططها لان في ناس بتبقى بتتكسف اللي هي تقول للسواق او ان هو يركب ببلاش او الكلام من ده، فانا حاططها ان هو يركب على طول، ما بسالش حد انت دفعت ما دفعتش، اللي يركب يركب، اللي بيبعت يبعت، فما بسالش حد، ما بشغلش دماغي بالاجره، يمكن ربنا يتقبل مننا ويجعلها خير يعني، وكل واحد لو بدا بنفسه هنبدا هنبقى احسن من احسن من اللي احنا فيه. بتعملها على مدار اليوم ولا على مدار اليوم؟ عادي، اي في اي وقت، في اي وقت اي حد يركب معهوش فلوس يركب. في ناس بتحرج، ببقى واخد بالي انا في المرايه ان هو معهوش، لموا الاجره والفلوس جات لي ناقصه، فعادي ما بشغلش دماغي يعني. في اي مكان في اسكندريه يعني؟ اي مكان. انا شغال من المنشيه لسليبش. يعني انا من المنشيه بحمل من موقف سليبش لحد المنشيه، ومن المنشيه لحد سليبش. لا 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 مش فارقه. وبعدين ممكن يعني في ناس بتقول لي ممكن حد يضحك عليك، وانت بتعامل ربنا وما بتعاملش البني ادم اللي قدام منك، انت عاملها لوجه الله، فخلاص ما بتفرقش معاك بقى اللي بيضحك عليك ما بيضحكش عليك، دي بتاعت ربنا، انت بتعامل مع ربنا وما بتعاملش مع حد، لان ربنا يتقبل مننا، بس دي اهم حاجه. وانت مستمر ان شاء الله في ركوب مجانا؟ ان شاء الله باذن الله. هي محطوطه قدام ومحطوطه في الجنب هنا وفي الجنب هنا، يعني عندك واحده في الجنب هنا وفي واحده ورا وفي واحده في الشنطه من ورا. وزارة الأوقاف المصرية سقط العام لعام 2023 يكسب من الزكاة والصدقات والكفارات يكفي أسرتين، قيمة السقط 300 جنيه، للتبرع 011-46-70-20-20 أو من خلال إن هو وإن هو. أما في ناس محترمة ياما، والناس دي مش ظاهرة، من السواقين اللي هي الوحشه فعلا اللي بتعمله. يعني انت في ناس بتيجي تتريق على يافطه ان مفيش سواق بيعمل كده، بيقول لك ان مفيش حد بيعمل كده، بس في نماذج، في ناس مهندسين، انا معايا بكالوريوس هندسه مراقب جوده، معايا بكالوريوس رقابه جوده، ففي سواقين متعلمين ياما، في ناس محترمه ياما، فالناس نفسي ان الناس تغير فكرتها عن السواق.